إلى شيخي وحبيبي. هذه المرة لن تسمع عنهم. لنأتينهم. بل ستسمع منهم. إرهابيو القاعدة. خفافيش الظلام. الله يخزكم. حصريا لقطات صورت بكاميراتهم تلمس واقعهم، بل أقرب من ذلك بكثير. استحلال الدماء ما تأتي إلا من فتوى تحديد. كان وقع الخبر علينا سيء، واللي قتل فيه نساء وأطفال ما لهم دم. كان دافع معنوي في أن نحقق ما حققناه من نجاحات. وشهادات أبطال أحكموا قبضتهم لتحيا بأمان. وهذا اللي نسعى له، جندنا أنفسنا له. وثائقي من 3 أجزاء، كيف واجهت السعودية القاعدة، ابتداء من الأربعاء 7 على شاشة العربية.